الوقوف ديالكم والتغطية ديالكم لهذا الحدث وهذا العرس النضالي الكبير. إذا الإضافة اللي بغينا نشيروا له هو الشيء المطالب هي اللي شال الإخوان بالخصوص اللي شال الموسيقى المحلي اللي طبعا هي نفس المطالب الوطنية. هنا باش نشيل بالأساس حنا هنا للدفاع على إطار وللدفاع على المدرسة المغربية ككل. لأن لا يعقل هذا الإطار اللي غادي يتخرج ويتحمل المسؤولية ديال التسيير المدارس والمطلوب منه على أنه يقوم بأدوار التجويد ويخطط ويحفز الناس وهو غادي يخرج من هنا منهار. إذا كان دخل في شبه عملية نصب على أن كاين وعود ديال الوزارة على أن غادي يكون واحد المخرجات واضحة، الآن كنتفاجئوا بمخرجات ضبابية وكاين واحد النوع من التراجع، فهو خطير على المنظومة. هذا كيخلينا كنتأسفوا للبلاد على أنه كاين خلل في التسيير، كاين خلف تخطيط ما يمكنش تكون بلاغات متناقضه. والسيد الوزير نقرا المخرجات اللي مقترحه انه تفاجأ لا يمكن تكون مباراه داخليه ويكون الناس تباري ويكون نجاح وتكون في الاخر النتيجه هي القهقره. وكنقول هاد الناس المفروض يتحملوا المسؤوليه ديال التسيير ديال المنظومه التربويه ويقوموا بدور فاعل في المناطق النائيه وغيرها باش يجودوا المدرسه العموميه، غادي يخرجوا محبطين. طبعا اذا احنا كخطوا الفشل هذا لا يمكن، احنا هذا الشيء ما يمكنش يقولوا لا نقبل بهذه الوضعيه، نقبل بمدرسه عموميه ذات جوده، وبالتالي الاطار يجب ان يكون محترم من اجل تحقيق هذه الجوده لصالح الشعب المغربي ككل. احنا هنا ما كندافعوش غير على راسنا، كندافعوا على اطار اللي هو جوهري في الاداء ديال العمليه التربويه اللي كيهم جميع ابناء الشعب، كيهم المدرسه العموميه بالخصوص. راه ما كيهمناش اشخاص بحد ذاتهم، ولكن كيهمنا كاطار الى ما نجحش يعني المدرسه المغربيه العموميه فهي الى تقهقر الى تراجع، وهذا ما لا نرضاه لبلدنا. وتحيه والسلام عليكم وشكرا. Thank you.